مساء الخير لك محمد. رغم أن قطاع غزة لليوم 39 لم تكن بخير بالكاد، هي تحيا مع هذه الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف لليوم 39. نتحدث عن استمرار هذه الغارات، آخر هذه الغارات على المنطقة الوسطى بالتحديد، وقد قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربعا سكنيا في الشارع ما يعرف بالشارع التجاري وسط مدينة دير البارح. قبل لحظات من الآن كانت هناك سيارات مدنية وسيارات إسعاف تقوم بنقل المصابين والجرحى وأيضا الشهداء جراء هذه الغارة الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة نتحدث عن 18 إصابة وثلاثة شهداء قد وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهناك بحث عن مفقودين في هذه الغارة الإسرائيلية. سبق هذه الغارة عدد من الغارات التي استهدفت منازل للمواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع، أيضا دون سابق إنذار أو تحذير نتج عنها الشهداء والإصابات. وإضافة إلى ذلك كان هناك استهدافات في منطقة النصيرة في المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة، وأيضا نتعج عنها عدد من الشهداء والإصابات حتى هذه اللحظة، رغم الأمطار. وهذا ما أمعنا به الاحتلال الإسرائيلي بأن يقوم باستهداف منازل المواطنين في هذه الأوضاع المناخية الجوية الصعبة، أمطار وبرد، قام من خلالها أو في أثنائها بإطلاق صواريخه الحربية على منازل المواطنين، مما يشكل صعوبة فوق الصعوبة الموجودة في تنقل سيارات الإسعاف وأطقم الدفاع المدني وأيضا المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين والمفقودين تحت المنازل وأنقاذ المنازل التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها. السيارات المدنية كانت تشارك سيارات الدفاع المدني في نقل الشهداء والمصابين الذين وصلوا إلى هذا المستشفى. هذا عن المنطقة الوسطى وصعوبة التنقل في مثل هذه الأوضاع مع هذه الأمطار، إضافة إلى أوضاع النازحين الذين تشتد أوضاعهم صعوبة وقتامة مع هذه الأمطار. فهم كانوا يلتحفون السماء، يفترشون الأرض، ولكن الآن المياه من أسفلهم وأيضا الأمطار من فوقهم. هذا طيب عن المنطقة محمد الوسطى. أنا أشاهد أما قبل الاحتلال الإسرائيلي في خلفيتك الآن، لا أعلم إن كانت ذاهبة إلى أماكن القصف أو ربما عائدة بحالات من الشهداء أو من المصابين والجرحى يا محمد، لكن حدثني عن هذا اليوم، يعني أول يوم يكون فيه مطر على غزة وعلى الغزاوية، كيف كان في دير البلح؟ يعني نتحدث عن أوضاع كانت صعبة جدا بغير الأمطار، فما بالنا نحن نتحدث عن هذه الأمطار. في كل العالم هي أمطار خير، أما على سكان قطاع غزة فهي ستزيد من الطين بلة ومعاناة للمواطنين، للنازحين، أيضا سيارات الإسعاف، لرجالات الدفاع المدني الذين بالكاد يجدون طريقة ووسيلة للوصول إلى المنازل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأوقات العادية. فما بالك ونحن نتحدث عن السقيع، نتحدث عن هذه الأمطار، ظروف صعبة بات يحياها سكان قطاع غزة، لا سيما ونحن نتحدث عن هذه الأمطار. قلنا بأن النازحين في مثلا مستشفى شهداء الأقصى قد بدأوا يتواجدون بالآلاف وليس بالمئات، خيامهم هي من القماش، فبالتالي من السهل أن تذرف أو تتساقط الأمطار عليهم. كانوا يفترشون الأرض، يلتحفون السماء، ولكن الآن المياه هي التي تحيطهم من أسفلهم، من فوقهم، من جنبهم ويمينهم ويسارهم. هذا يعني بأن المعاناة تزداد في ظل عدم وجود لا مياه للشرب ولا أيضا الطعام يكفي هذا العدد الكبير من النازحين. هذه صورة تنطبق على باقي أماكن الإيواء وباقي المشافي التي تأوي عدد والآلاف من النازحين داخلها، فبالتالي المعاناة تتفاقم تشتد. والاحتلال الإسرائيلي يعي جيدا بأن هذه معاناة مركبة، فقام بهذا الاستهداف الأخير في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة ليزيد من هذه المعاناة، ما بين معاناة النازحين ومعاناة أصحاب هذه المنازل المدمرة وأيضا معاناة الأطقم الطبية التي تحاول انتشال الشهداء والجرحى والمصابين أسفل أنقاض هذه المنازل. الآن ربما عدد بالعشرات من الناس يصطف أمام المدخل الرئيسي للمستشفى شهداء الأقصى، كيف تبدو؟ ماذا عن الإمدادات؟ هل وصل أي شيء
إلى المستشفى من الداخل، يعني أكياس الدم، الأسرة، المستلزمات الطبية يا محمد، أو حتى ربما وقود، يعني أتمنى أن يكون في وقود وصل إلى المستشفى. أطلعني على هذه النقطة رجاء. المشافي منذ اليوم الأول حتى هذه اللحظة، ونتحدث عن هذا اليوم 39 لهذا، هذه الإبادة، وأصر على تسميتها بالإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين، لا زالت هذه المشافي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ما بين الوقود، ما بين المستلزمات الطبية، الذي ما وصل لها في تعزيزها كما قالت وزارة الصحة لا يكفي بالكاد إلى يوم واحد مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية التي لم تنقطع على قطاع غزة من شماله حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه. الآن باتت هذه المشافي تعتمد في علاجها للمصابين على المفاضلة، وهذه المعادلة الصعبة جدا، ليس على الأطقم الطبية فحسب، وأيضا على عائلات هؤلاء المصابين. هناك العديد من الحالات، وقالت وزارة الصحة بكل صراحة أنها أجرت عمليات جراحية دون أن تستخدم المخدر لهؤلاء المرضى، قالت أيضا بأنها قد قطعت وبترت أطراف لمصابين لأن ليس لديها وقت لتطبيب هذه الجراح، وإنما السرعة دائما تكمن في بتر بعض الأطراف. هذا ما قالته وزارة الصحة دون خجل، لأن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار هذه الغارات وازدياد أعداد المصابين. نتحدث عن عشرات الآلاف من المصابين الذين هم إصاباتهم حرجة. تحدثنا قبل عدة مرات وفي أكثر من مرة وقلنا بأن شاهدنا بأم أعيننا كيف يكون المصابين في الممرات وعلى الأرض في أقسام الاستقبال والطوارئ في كافة مشافي القطاع. كانت هذه الصورة في مجمع الشفاء الطبي، اليوم موجودة في مستشفى شهداء الأقصى، وهي موجودة في باقي مشافي القطاع. نتحدث عن 26 مشفى قد خرج عن الخدمة محمد، فبالتالي هناك مشافي بات الحمل على كاهلها كبير وكبير جدا في ظل نقص الامدادات. هل هناك اقسام نقص المستلزمات الطبيه محمد؟ فبالتالي يعني خاصه فيما يتعلق بالاطفال والغسيل الكلوي مثلا، يعني هل هناك اقسام في شهداء الاقصى هذه المستشفى سكرت الابواب؟ يعني اتمنى هي لم تسكر الابواب، الابواب لا زالت الحمد لله الأبواب لا زالت مشروعة ولكن أو مفتوحة، ولكن محمد يتحدث بصراحة أكثر، نحن نتحدث عن هذه الأقسام التي تحتاج بشكل يومي لكي تستمر في تقديم خدماتها العلاجية إلى آلاف اللترات من السولار والوقود الخاص بتشغيل هذه المولدات، ولكن هذه الآلاف من لترات السولار غير موجودة، فهي مهددة كما جرى في مشافي مختلفة، وقد توقفت هذه الأقسام عن العمل. هذه المشفى أيضا هي معرضة لأن تتوقف عن العمل. هذه المشفى لديها حضانة، فبالتالي باتت تستقبل العمليات الولادة والقيصرية من مستشفى ما يعرف بمستشفى العودة وسط مدينة دير البلح إلى هذه المشفى، مشفى شهداء الأقصى، فبالتالي الحمل بات صعب وكبير. وهي تصر أيضا وزارة الصحة على الاستمرار في تقديم خدماتها رغم هذا النقص ورغم هذا الضنك الطبي وهذه الصورة المتهالكة للمنظومة الصحية داخل قطاع غزة، إلا أن وزارة الصحة تصر على تقديم الخدمات الطبية والمرجوة لها. على أي حال، هذه المنظومة الطبية محمد من شأنها أن تتفاقم أكثر عندما نستمع إلى التالي، والتالي يقول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه الأمطار الغزيرة وهذا البرد القارص، إلا أنه يقوم باستهداف منازل يوجد بها مئات النازحين كما قام بفعل ذلك قبل قليل في مدرسة مصعب بن عمير في منطقة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، قام باستهدافها بالفوسفور وهناك عشرات الإصابات. الآن السؤال الأكبر، كيف يمكن أن تصل سيارات الإسعاف إلى هذه المدرسة في ظل حظر ووجود دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة وهو يطلق الرصاص عليهم، وأيضا في ظل هذه الأمطار والسيول التي يمكن أن تتشكل بفعل هذه الأمطار الغزيرة، الاحتلال يمعن في هذا الاستهداف وهو معني بأن يكون هناك خطورة على سائقي الإسعاف كما خطورة على المصابين في تلك المدرسة. هو لا شيء هو مستثنى غير أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وغير معني بأي شيء. نعم. في أي شيء أنا أستمع إلى زخات المطر
الآن في دير البلح وعلى أراضي غزة. سأدعك ربما تحتمي قليلا زميلي محمد أبو ناموس مراسلنا في دير البلح. أنا بشكرك جزيلا يا محمد، شكرا على كل هذه المعلومات.